كمان عايزين نقول ان في المؤتمر الصحفي كمان كابتن الفرقه ونجمنا محمد الشناوي يعني قال ان هم سعداء والبعثه كلها سعيده جدا بالتواجد في دوله السودان الشقيقه، مشيدا طبعا بحفاوه الاستقبال من الاشقاء في السودان سواء على المستوى الرسمي او حتى على المستوى الجماهيري، نتيجه طبعا دي العلاقات التاريخيه اللي تجمع ما بين البلدين والناديين. الشناوي قال كمان ان اللقاء بكره هيكون مباراه صعبه، لقاء صعب يعني على الفريقين، وانهم عارفين ان قيمه المنافس جيدا، استعدوا كمان وبيقول احنا استعدنا بشكل جيد جدا لهذه المباراه، واتمنى ان يكون التوفيق ان شاء الله حليف النادي الاهلي في هذه المباراه. واشار ان طبعا الكل الجميع في الاهلي بيفكر طبعا بيقدر اكيد امكانيات نادي الهلال السوداني وجماهيره، وان العلاقه ما بين الناديين وكذلك العلاقه ما بين البلدين ستظل قويه. شدد الشناوي ان كل لاعبي الاهلي يدركون اهميه المباراه غدا، ولديهم طبعا الحافز هم والجهاز الفني، وان شاء الله تقديم مباراه جيده على مستوى الاداء وعلى مستوى النتيجه واظهار روح وشخصيه النادي الاهلي.